اهلا بيكم في فيديو جديد من فور سيزون. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الايفون 11 برو ماكس. فيه هدية حلوة جدا من فور سيزون مش عند اي حد تاني، ودي لاي حد بيشتري من عندنا، بس هنقول لكم عليها في اخر الفيديو عشان دي مفاجأة، خليكم معانا لحد الاخر. ودلوقتي نشوف التليفون بتاعنا ونفتح العلبة واحدة واحدة. نشوف التليفون اهو. التليفون بتاعنا فيرست هاي كوبي، اصدار امريكي، ديزايند باي كاليفورنيا. فكرة التليفون دلوقتي ان انت بتاخد موبايل في نفس امكانيات الايفون ونفس الشكل ونفس السوفت وير وكل حاجة، وبسعر اقل من الاندرويد كمان. الموبايل شيك جدا وحلو وشكله قيم، ينفع ان انت تهادي بيه حد، وينفع لاستخدام شبابي، ينفع لرجال الاعمال. ونشوف بقية محتويات العلبة بتاعتنا، ودي شهادة الضمان من فور سيزون. لازم نتأكد ان احنا بنشتري من فور سيزون ونتأكد من شهادة الضمان، عشان دي بتضمن لنا ضمان سنة واستبدال 14 يوم. وده اليو اس بي بتاعنا، نفس الاصلي بالظبط، واضح جدا معانا، هو وراس الشاحن زي الاصلي بالظبط، نفس كل حاجة ونفس الشكل، حتى الاكسسوارز بتاعة الموبايل هي نفس الاصلي. وبعد ما فتحنا العلبة وشفنا الموبايل بتاعنا، نشوف بقى ايه مميزاته. الموبايل من مميزاته ان هو نفس شكل الاصلي بالظبط، نفس كل حاجة، في 3 كاميرات بدقة 16+16+16 ميجا بكسل، والفلاش بتاعه الشكل والماتيريال والوزن كل حاجة نفس الاصلي بالظبط. الكاميرا جميلة جدا جدا في التصوير، والكاميرا الامامية 2 عدسة 8 ميجا بكسل TOF. والديزاين بتاع الموبايل هو نفس الاصلي، ده الزراير فوليوم اب فوليوم داون، زرار السايلنت شغال، كل حاجة نفس الاصلي بالظبط. دوت عندنا سوكت الشاحن والسماعات والمايك وزرار الباور، مدخل دول سي. بطارية الموبايل 4000 ملي امبير. ونفتح الموبايل بتاعنا، موبايل جميل جدا، الواناته حلوة، نفس شكل الايفون بالظبط من جوه، والتاتش بتاعه سريع بيستجيب بسرعة، الإضاءة بتاعته حلوة جدا، حاجة تحفة يا جماعة. البطارية بتاعته 4000 ملي أمبير، بتكمل معك يوم أو يوم ونص استخدام متقطع. تليفون شكله قايم جدا. وممكن نفتح مع بعض دلوقتي الآي كلاود، دي السيتنج، تليفون في آي كلاود عادي، بتسجل الآي كلاود بتاعك. والشاشة زي ما احنا شايفين مساحتها حلوة، الواناتها حلوة، شاشة 6.5 بوصة، عملية جدا في الاستخدام، في التصفح، الالعاب والبرامج. الموبايل برضو فيه الاب ستور وبيدعم كل البرامج المجانية زيه زي الايفون الاوريجينال بالظبط. iOS 10. ونيجي بقى للفروقات اللي هي بين الفيرست كوبي وبين الاوريجينال. الفيرست كوبي فيه اي كلاود بس غير متصل بموقع ابل. الاب ستور لا يدعم البرامج المدفوعة لكنه يدعم كل البرامج المجانية. الكاميرا الفيرست كوبي حلوة جدا في التصوير، بس اكيد مش بنفس جودة الاوريجينال. ونجرب مع بعض الكاميرا بتاعت الموبايل، كاميرا حلوة جدا يعني زي الاندرويد بالظبط، الصورة واضحة، كل حاجة فيها باينة كويس حتى واحنا عاملين زوم. كاميرا حلوة جدا جدا، لان هو فيه 3 كاميرات 16+16+16، ده غير الفلاش ابيض واصفر، فالتليفون بيطلع لنا صورة بجودة عالية جدا. تاني حاجة بتسأل عنها هي ايه الفروقات بين الاصدار الامريكي بتاع فور سيزون والاصدار الاماراتي اللي هو سعره اقل من كده بكتير. الفرق كبير جدا في سرعة الموبايل، في استجابة الموبايل نفسه، في التاتش. البطارية الاصدار الاماراتي اقصى مدة ليها ساعتين وهي شغالة. فرق كبير جدا في الكاميرا زي ما وضحنا وشفنا التليفون بتاعنا الكاميرا بتاعته حلوة ازاي. التليفون الاماراتي بدون شهادة ضمان. الاماراتي بطيء جدا في تشغيل البرامج، لكن الاصدار الامريكي بتاع فور سيزون سريع في كل حاجة، وفي التاتش وفي الاستجابة في كل حاجة يا جماعة. التليفون جميل جدا وسريع وبيستجيب بسرعة وبيحمل برامج كتير جدا، مش بيهنج معانا، كل حاجة في التليفون حلوة.
من ضمن الفروقات برضو ان الاماراتي مش نفس شكل الاصلي، في فرق واضح في لون الموبايل نفسه، مختلف في الشكل، عدسات الكاميرا نفسها مختلفة. ده غير ان احنا عندنا وضوح الشاشة وجودة الشاشة واضحة والريزوليوشن بتاعها اعلى. لازم نتأكد من شهادة الضمان ونتأكد ان احنا بنشتري من فور سيزون، عشان فور سيزون بشهادة الضمان دي بتضمن لنا ضمان سنة واستبدال 14 يوم. ومعانا لعبة بابجي، وادي اهي لعبة بابجي، سريعة جدا وبتستجيب بسرعة وكل حاجة تمام. لعبة سريعة جدا وشغالة كويس، كل حاجة في اللعبة شغالة كويس. ودلوقتي في الطيارة برضو شغالة كويس وسريعة. تنزل هنا بينزل بسرعة، كل حاجة بتستجيب بسرعة، شغال كويس. ندخل البيت، لعبة سريعة وشغالة كويس. تمام، كله تمام. فين نجرب اللعبة بتاعتنا. شغالة كويس وتمام، لعبة سريعة، كل حاجة شغالة كويس، بيشتغل كويس في البرامج، شغال كويس في النت والألعاب، بالرغم من ان الالعاب بتبقى مساحتها كبيره، يعني بابجي مثلا حوالي 2 جيجا، بس شغاله كويس جدا معانا وبتشتغل بسرعه. وبره اللعبه جوه اللعبه كل حاجه في التليفون سريعه زي ما احنا شايفين. ايه المطلوب لتاكيد الاوردر؟ تجنبا للاوردرات الوهميه يتم اثبات الجديه بتحويل نصف قيمه مصاريف الشحن فقط من خلال فوري او فودافون كاش على رقم الشركه المعتمد 010-62-87-5197، وهذا الرقم خاص بعمليات التأكيد فقط. ونيجي للهدية بتاعتنا، وهي جي بي اس تقدر بيه تتبع مكان أي حاجة من أي مكان. ده هدية من فور سيزون بس مع الموبايل، مش هتلاقيها عند حد تاني.